الزياده ديال 1500 درهم من طرف الحكومه هي واحد الزياده ديال دس السم في العسل. اولا الاساتذه عندهم مطالب اساسيه ومشروعه هي سحب النظام الاساسي، وهاد الزياده في هذا الوقت هذا من بعد هذا الركود اللي شاملوا القطاع ديال التعليم هي محاوله لإظهار الاساتذه لدى عامه الشعب بانهم ما باغينش الاصلاح وبانهم تيهدفوا لتحطيم المدرسه العموميه، في حين ان الاساتذه المطالب ديالهم الاساسيه كلها في صالح المدرسه العموميه، ومطالب ديالهم اساسيه مرتبطه بسحب النظام الاساسي اللي جاب لهم مجموعه من العقوبات ومجموعه من المسؤوليات اللي هما في غنى عنها. هذا سوء التدبير، خصنا الحكومه تشوف شي حل ضروري، لان الدراري ضاعوا. انت الدراري ديالنا ضاعوا مشاو، اللي بقى على كورونا كملوه دابا الاساتذه من حقهم، حنا ماشي ضدهم، ولكن يقروا بعد دوك الدراري ومن بعد يديروا اللي عجبهم. خصهم يعودوا النظر في الحكومه، ما عطاوش شي، لا يبشروا بالخير. هادشي اللي غادي، حنا غادي الهاويه، دوك الدراري والديهم تيضربوا عليهم تماره وكيمنعوا راسهم بزاف د الحوايج باش يوفروا لهم باش يقراو. ايوا والله الا الله محمد رسول الله، ما كاينه قرايه. هادشي شنو هي؟ شهرين دابا وصرف. شنو غيشدو؟ شنو غيديروا؟ اش مستقبل؟ راه الدراري هما مستقبل د الغد، راه ما كيبان لي والو. اذا خصهم يعيدوا النظر في هادشي. زعما الاساتذه هما المثال، هما اللي غيعطيونا، هما اللي كيكونوا قدوه. انا ماشي ضدهم، ولكن ضد هادشي اللي تيديروا. الاضرابات شهر 15 يوم، ولكن غادي في 3 شهور هذوك الدراري ذنبهم على من اوليدي. لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يدير لنا شي تاويل الخير. 1500 درهم راه زايده في واحد اخويا، اش كتبوا زادهم 1500 درهم وبغاش يقريو؟ هذوك عندهم فلوس، هذوك كيضحكوا علينا اخويا. من احسن حاجه اخويا نعطيهم انا واحد الحال اللي يحسوا هاد المدارس صافي اخويا، متشو واحد ما باغي يقرا، اصحاب فلوسهم هما اللي كيقراو. حنايا الفقراء اخويا راه ما قراوناش في هاد البلاد اخويا، واش كرفسنا الصراحه اخويا. الاساتذه مخلصين وكيضحكوا علينا، راه استاذ مخير عنده دار وعنده طوموبيل اخويا الصراحه. نتمنى اخويا المسؤولين يديروا شي تاون الخير اخويا، راه اصحاب فلوس اخويا هما اللي كيقراو علينا، كتلقى دابا مساكن ولاد الشعب قليل اللي كيقرا اخويا الصراحه. اعتقد شخصيا بانه الحكومه اقدمت على خطوات يعني لتؤشر وتؤكد حسن النيه من اجل تجاوز هذه الازمه. أزمة اللي ضحاياها بطبيعة الحال المدرسة العمومية وأبناء وبنات الشعب المغربي. هل من حقهم أو ليس من حقهم؟ أظن بأنه الأساتذة في موقف حرج. الأساتذة الآن أمام مسؤولية تاريخية، لأنه الأمر يتعلق بالنشأ، الأمر يتعلق بجيل الغد. كنظن بأنه الحكومة قدمت تنازلات، الحكومة جمدت النظام الأساسي، الحكومة أعطت وعود على أساس أنه الآتي سيكون أفضل من الآن. ما على الأساتذة إلا الالتحاق بالأقسام وتفادي سنة بيضاء والتفكير بفكر ومنطق الرجل الوطني، لأن كما قلت في الأول نحن أمام مفترق الطرق، وإما مدرسة عمومية يعني تعطينا وتخرج لنا نشأ في المستوى، وإما أننا أمام تدمير المدرسة العمومية.